السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد ومشروع جديد بقناتكم ورشة زين. كانت فكرتنا بهالمشروع هي الدمج بين طباعة الـ3D وشغل الايبوكسي ريزن، فلهيك فكرنا انه نعمل ساعة حائط بقالب بلاستيك ونقشة عربية داخله، ونضيف لها اضاءة ونصب بداخلها الايبوكسي. بهالشكل حصلنا على هالنتيجة اللي انتو شايفينها. وهلأ رح نحكي شوي عن عملية التنفيذ، ولكن بداية بدي منكم شوي دعم. اعملوا سبسكرايب للقناة، فعلوا الجرس لحتى نكسبكم بمشاريعنا القادمة. اول خطوة كانت انه نعمل تصميم ثلاثي الابعاد، واستخدمنا له برنامج فيوجن 360، وطبعا طبعناه على طابعة الـ3D. بعد ما حصلنا على القطع بدينا نوزع لها الإضاءة ونلزقها على بعضها، طبعا مشان ما تنحي النقشة في حال أثرت عليها حرارة الإيبوكسي. وبعدين اجينا على مرحلة اضافة الايبوكسي. هلا الايبوكسي اللي عنا كان عبارة عن مكونين، ايبوكسي ومثبت، النسبة تبعيتهم كانت هي 1:4، فكانت الكمية اللي استخدمناها هي 250 ملل، 200 ملل ايبوكسي و 50 ملل مثبت. عملناهن على دفعتين، خلطناهن منيح، بعدين صبيناهن بالقالب. وبعدين تركنا الساعة تقريبا شي 20 ساعة لينشف الايبوكسي، وهاي هي النتيجة تبعيتنا بعد ما نشف القالب. والصراحة كنتيجة اولى كانت مرضية جدا. وركبنا الساعة والعقارب، بعدين ركبنا كمان علبة بطاريات اضافية للاضاءة. وهي هي كانت النتيجة اللي شايفينها واللي شفتوها بأول الفيديو. بتمنى انه هالساعة تكون نالت اعجابكم،
وبرجع بذكركم أحبائي لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك فيها وتفعيل الجرس لحتى نكسبكم بالمشاريع القادمة إن شاء الله. شكرا لكم جميعا على المتابعة، وهلا بنقلكم شفناكم وبنشوفكم على خير، والسلام عليكم.